بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب ثانوية عامة، من بكرة إن شاء الله الأربع في سنتر مصطفى كامل وبعض الأنصار وبعد كده نور السما سيدي بشر، داخلين كلنا طلاب تالتة ثانوي في امتحان تجربة يعتبر على ربع المنهج. هذاكر يونت 1 2 3، تنساش 4 مش معاك، ولا حتى 5 اللي احنا خدنا منه بارت 1. نصايحي في امتحان التجربة رقم 1، عدم الغياب في أي مادة من مواد الأسبوع ده. مش عايزين اي مدرس يسمع بينا خالص، مش عشان عندي امتحان تجربه اضيع حصه جغرافي او تاريخ كطالب ادبي، او انا علمي او علم رياضه ما ينفعش انا اضيع حصه كيمياء او حصه فيزياء. كده انت مش مدرك الحدث كويس جدا. امتحان تجربه اسبوع يعدي عادي خالص، بعضكم بيقول انا عندي امتحانين او ثلاثه، تحضر امتحاناتك تحضر حصصك وتعيش تحت الضغط عشان بنحاوله نخلي منك راجل او بنت جدعه داخل الكلية. اسأل زمايلك واخواتك اللي في الكلية الضغط النفسي اللي هم فيه لما يكون عندهم امتحان. يبقى انا ما زوغش، ما ضعفش، ما بوصي اسبوعي عشان عندي امتحان تجربة لغة انجليزية اغيب لي حصة في الفرنش او في الكيمستري او في الفيزيكس، ما ينفعش خالص. يبقى دي اول نصيحة لله. اتنين، دخولك في القاعة انضباط غير عادي، لان دي بروفة لامتحان ثانوية عامة، حصولي على درجة عالية تمسك فيها بيدك واسنانك، ودي حاجة تحفزك ان انت توصل شغلك. طب انا جايب درجه وحشه، الريدو بتاعك ان شاء الله بعد 6 اسابيع هيبقى على نص المنهج، يبقى الحمل زاد، يبقى انت قصرت في اول ربع منهج. شيل بقى شغلك على نص المنهج. ما تنسوش الطلبه اللي بتقول يا مستر طب احنا عايزين نريح، احنا قلنا خلاص هنريح ان شاء الله شهر 7 اجازه و8 اجازه و9 اجازه وكمان 10 كمان اجازه. اختار اجازتك بقى، هتشد حيلك وتبقى واد جدع ونفرح بنتيجتك، ولا تدخلنا في مشاكل لا انت لاقي كليه ولا لاقي معهد ومدخل في مشاكل في الصيف. فانت من النهارده حاول تركز. او طب يا مستر ايه المفروض اعمله؟ ألم نفسي بقى ما تبقى من الثانويه عامه كناس احنا خبرتنا كويسه، هم 3 شهور عشان ما حدش بس يلعب بدماغك واعصابك، هو شهر واحد واثنين وثلاثه، طب واربعه كل سنه طيب داخل على رمضان، وهتلاقي نفسك عامله ناس عامله جدول مراجعات تطلع من رمضان 3 اسابيع على اللجنه. يبقى انت من النهارده ابدا اي حاجه واقعه مني في اي ماده اجمعها كويس جدا. طب مستر بعد ما اخلص امتحان التجربه المفروض اعمل اذاكر بقى يونت 5 بارت 1، وكان يونت افكاره جميله، والجرامر انا عملت لك شغل جميل قوي، فيربز بلس انفينيتيف، ايديومز اكسبريشن بلس انفينيتيف شفناها، بلس فيربز اند ايديومز فريزز بلس جيرند، كان الموضوع سهل جدا، وافكاره حتى اللي كانت صعبه انا اشرحها لك كويس جدا في المذكره. ما ننساش حاجتين مهمين على قناة المستر على اليوتيوب، عندك فيديو الاسي وعندك فيديو الترجمة. الحاجة التانية ما ننساش ان التراجم اللي رميها لك كتيرة من جوابة طالبها منك في امتحان التجربة. ما تنساش ال 24 قطعة فهم اللي موجودين في يونت 1 و 2 و 3 مطلوب منك واحدة بالنص هتيجي في امتحان التجربة. كده انا مدخلك بالظبط كده بحوالي 15 درجة تقريبا في ايديك من 50. ودي يقول لي مثلا انت مسرب 15 فكرة، انت مالك انت؟ انا ده بنسموه اوين وين سيتويشن، الموقف كله فيه فاز. انا فزت بايه؟ عيالي بس بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم بيعيشوا الاسبوع ده مع 24 قطعه فهم، كل قطعه على الاقل فيها 10 كلمات طلع بحصيله قويه جميله. عيالي بسم الله ما شاء الله فخور بيهم بيذاكروا تراجم، وانت شايف تراجم المستر في مذكره مستوى ثانويه عامه من الاخر جايب لك حصص مصر. انا بادئ باخر السنه بادئها بيكم لان منهجكم قوي جدا وعايز منك مجهود جبار. بعد الخامس والسادس عندنا حصه ريفيجن هتلمع الليسننج اللي فات مننا قبل كده، بعد كده وبعدها نخش على جريت اكسبكتيشنز ونختم المذكره الجميله اللي معاك بحصه جميله عن الكونجنكشنز. شبابي حبايبي اتمنى لكم كل التوفيق، التركيز عالي، الامتحان مش هدفه ان انا ارفع معنوياتك، الامتحان تقييمي بعد بحت. هتلاقي فعلا في طلبه جايبين لي درجات فوق ال 45 ببقى برضى عنها تماما من 45 وانت طالع، في ناس هتقل عن 25 وانا عارف واخد الموضوع برعونه وباستهتار مفكرها ماده تتلم. كنا احنا كمدرسين عرفنا نلموها الامتحان الماده العلميه عشان ما حدش يضحك عليك يا حبيبي كلها بره المنهج، نص امتحانك عباره عن قطعتين فيهم 16 درجه. خلي بالك التراجم بره المنهج الله اعلم جاي منين، سواء الاسي ده بحر احنا قاعدين بنجمع فيه طول السنه مع بعضينا. يبقى الماده العلميه كلها على قيم 16 درجه، 8 على الفوكاب و8 على الجرامر، ويا عالم الجرامر من منهجك ولا من اولى ثانوي او ثانيه ثانوي. فاحنا كمدرسين كمان متوترين على اساس ان احنا نفسنا عيالنا كلها تقفل، وعشان عيالنا تقفل الحصه زي ما انت بتشوف معاها رزله وقتها طويل المستر مش بياخد نفسه ليه؟ عشان انت هتحاول تنجز معايا.
فانت حاجة غالية علينا قوي، وعشان انت غالي علينا قوي بيخاف ربنا فيك سبحان الله، وانت قد المسؤولية وقد ودود شد حيلك، وان شاء الله تكون موفق وعتنسى تطلع من امتحانك تذاكر يونت 5 عشان على الدور يتسمع. ان حبكم في الله، بابا حبيبك مستر حسن نجار. باي باي حبيبي.